السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف التاسع في مادة الرياضيات في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجي الصلب بإشراف المعلمة براءة ديات. اليوم رح نتطرق إلى الدرس الرابع من الوحدة الأولى وهي المعادلة الأسية. ما زلنا نتحدث عن الأسس وقوانين الأسس، رح نأخذ اليوم كيف أقدر أحل معادلة إيش نوعها أسية. بداية عاشر تاسع لازم نتعرف على المعادلة الأسية وما هي المعادلة الأسية. المعادلة الأسية على التاسع هي عبارة رياضية يكون فيها الأساس. إحنا حكينا الأس، في عندي أساس وعندي أس. هون عندي الأساس، هذا أسميه الأس أو غير النسبي، والأس بيكون متغير. تمام، طبعا المتغير هو يستخدم للدلالة على قيمة إيش غير معروفة أو مجهولة، يعني سين صاد عين أي حرف بقدر ممكن أحكي عنه أس. طبعا فيما إنها معادلة تحتوي على إشارة إيش، على إشارة المساواة. عندي الصورة العامة للمعادلة الأسية ألف أس سين تساوي باء، حيث ألف هي الأساس وسين هي الأس والطرف الآخر اللي لازم نحله نفرضه باء، بشرط إنه ألف تنتمي إلى إيش، الأعداد الحقيقية من الأعداد الحقيقية باستثناء هاي الناقص. معناته كل الأعداد الحقيقية ممكن أخذها لألف إلا باستثناء الواحد والصفر، هذول إيش ما بأخذهم قيم لألف. تمام، وباء دائما تكون أكبر من الصفر، يعني باء دائما شو بتكون طرف الآخر يكون موجب. هلا عندي قاعدة حتى نستخدمها لحل المعادلة الأسية. بحكي لك إذا كان ألف عدد حقيقي موجب، ألف موجب وألف لا تساوي واحد، وعندي الطرف الثاني ألف أسنون، يعني بلاحظ إنه الأساسات متساوية ألف ألف. إيش المختلف؟ الأس. في هاي الحالة إذا كانت الأساس متساوي فإن الأسس متساوية، فإن سين تساوي نون، فمنه أستفيد إنها سين تساوي نون. طبعا هاي ركز عليها من كثير يا تاسع حتى نستخدمها في حل المعادلة الأسية. كيف أنا بقدر أحل معادلة أسية؟ طيب، حل المعادلات الأسية الآتية. تمام، نركز ثلاثة الأس سين تساوي 1/8. هلا بلاحظ إنه الثلاثة أبسط إشي، ما بقدر أبسطها أكثر من هيك. تمام، فبتنزل مع أسها تساوي. تمام، بروح على 81. أنا بعرف 81 يا تاسع هي 9/9، التسعة يا تابع تاسع 3/3. إذا إيش بدي أخلي 81 أساسها نفس الأساس عشان أقدر إيش أقدر أحل المعادلة. 81 دخليها على شكل ثلاث مرفوعة للأس، في 81 هي ثلاثة كم مرة؟ 1 2 3 4 مرات. طب شو استفيد؟ استفيد من القاعدة اللي اخذناها قبل شوي، اذا كان الاساس متساوي فان الاسس متساوية، اذا سين شو قيمتها؟ تساوي 4. اذا انا لما احل معادلة بدي اطلع قيمة المتغير، اذا قيمة سين شو بتساوي؟ بتساوي 4. طيب 2 للاس 2 سين تساوي 16. بلاحظ انه الاثنين ابسط اشي، ما بقدر ابسطها اكثر من هيك، فبتنزل مع اسها. طب 16 بدي أخلي 16 يكون أساسها 2، تمام، عشان أقدر أحلها. بحكي 16 4 ب 4، الأربعة 2 ب 2 2 ب 2، إذا جاية من 2 كم مرة؟ من 2 4 مرات، إذا 2 أس 4. طيب بلاحظ إنه الأساس متساوي، إذا الأس شو بيكون على طول؟ متساوي. إذا 2 سين تساوي 4. هون بدي أحل معادلة شو نوعها؟ معادلة خطية، بيكون أعلى أس متغير واحد. بدي أتخلص من المعامل فبقسم على 2 على 2، سين تساوي 4 على 2، قيمة سين 2. طب خلينا نتأكد إنه حلنا صحيح. عوض مكان سين 2، 2 في 2 4، 2 أس 4 كم؟ 16. هون سين 4، 3 أس 4 81. هل 81 تساوي 81؟ إذا حلي صحيح. تمام، إذا حلي صحيح. نأخذ كمان مثال 9 ل 4 ناقص صاد تساوي 729. طيب بروح هون يمس، 729 من وين جاي؟ من 9 ثلاث مرات. تمام، إذا ما في داعي أبسط 9 ل 3، إنه هي 9 وهي 9، خلص على طول. إذا نحكي 9 ل 4 ناقص
صاد تساوي 9 ثلاث مرات. في ناس ثانيه ممكن يقول لك انا بدي احلل 9 ل 3 تربيع كلها ل 4 ناقص صاد، بدك ترجع تضرب اس داخلي وخارجي. لا، فيما انه هاي 9 وهي 9 خلص امورك تمام. فعندي الاساس متساوي، تمام، الاساس متساوي، اذا الاس شو بيكون؟ بيكون متساوي. اذا 4 ناقص صاد تساوي كم؟ تساوي 3 ناقص 4 معادلة خطية ناقص 4. سالب ص تساوي سالب 1 3 ناقص 4 1، وشرط الأكبر سالب على سالب 1 على سالب 1. قيمة ص تساوي كم؟ قيمة ص تساوي 1. طب عوض لي ص 1، 4 ناقص 1 3، 9 أس 3 729، الطرفين متساويين، إذا حلي صحيح. الواحد على 8 للسالب ص تساوي 100، 1 على 100 512 آسف. تمام، عندي لما يكون عندي هون بدي أقارن بسط بسط مقام مقام، 1 1 8 512. بدي أخلي المقام شو ماله متساوي عشان يطلع الأساس متساوي. بروح على 512، أنا بعرف إنه 512 جاية من 8، من 8 مكررة 3 مرات تكعيب 8. تمام، فبتصير 1 على 8 مرفوع على السالب صاد تساوي 1 على 8 كم مرة؟ كلها 3 مرات. تمام، لأنه 1 تكعيب 1 في 1 في 1 اللي نفسها 1. في ناس ثانية طب مستش ما أخلي هاي 2 تكعيب وهاي 8 3 مرات، ممكن أحكي 2 تكعيب كل أس 3. لا، فيما أنك وصلت للأساس متساوي ما في داعي أنك اتبسط أكثر من هيك. فبلاحظ إن الأس هون الأساس 1 على 8، هون الأساس 1 على 8، إذا متساويات. إذا الأس شو راح تكون؟ متساوية. إذا سالب ص تساوي 3 على سالب 1 على سالب 1، ص تساوي سالب 3. نشوف حلنا صحيح. طيب عوض مكان سالب 3، سالب السالب 3 اللي هي 3، 1 تكعيب 1، 8 تكعيب 512، إذا الطرفين متساويين، إذا حلي صحيح لما ص تساوي سالب 3. طيب ناخذ كمان مثال، 3 بالعشر الأس س تساوي 81 بالعشر آلاف آسف، بدي أحلها. 3 بالعشرة للأس س صعب اني ابسطها اكثر من هيك، تمام، بس اقدر احكي ال 81 احولها على صوره كسر، الفاصله بعد 4 منازل على 10000، بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير. وهاي بقدر احكي 3 على 10 للاس س تساوي. بروح على البسط وبروح على المقام، دائما لما يكون عندك كسر اشتغل على البسط واشتغل على المقام يا تاسع. بدي أقارن 81 بثلاث والألف بعشرة، تمام، خليني أكتب لكم إياها عشان أقارنها أنا وياكم مع بعض. بدي أخلي الأساس للبسط 3 3 وللمقام 10 10. كيف؟ بروح على 81، أنا بعرف 81 جاية من 3 4 مرات، طبعا هون أبسط إشي رح تنزلها ما إلك شغل عليها، 3 4 مرات. طب الألف جاية من 10 كم مرة؟ 4 مرات، مش 10 في 10 في 10 في 10، هي 10000. طيب تمام، إذا شو صار عندي يا مس؟ 3 على 10 للأس س تساوي 3 على 10 للأس 4 من قوانين الأسس. فيما إنها قسمة بقدر أضم المقدار وأرفع نفس الأس إذا كان الأس متساوي بغض النظر إنه الأساسات مختلفة، تمام؟ طيب هل الأساس متساوي؟ نعم، 3 بالعشرة 3 بالعشرة، إذا الأس شو بتكون متساوية؟ منها قيمة س تساوي كم؟ 4. قيمة س تساوي 4. كمان مثال، عندك يا مس 9 للأس ص تساوي 1. إحنا بنشتغل إنه تكون الأساسات متساوية. طب كيف بدي أخلي 9 تصير 1؟ برجع لقوانين الأسس، إيش على الرقم اللي أرفعه للأساس بيعطيني صفر، يعطيني 1 اللي هو 0. إذا قيمة ص لازم تكون 0. ليش؟ لأنه 9 أس 0 كم؟ 1. الواحد يساوي 1، تمام؟ إذا متى إيش هو الرقم في الأس اللي برفعه للأساس بيساوي 1 اللي هي الصفر، تمام؟ إذا ص تساوي 0.
طيب ركز لي بالله هون شوي. 11 لستة لام تساوي 121، 2 لام ضرب 11 للأس 2. طبعا عندي هون ضرب، أحط عليها مربى لأنها راح أخذ منها معلومة. طيب شو كيف بدي أحل يا بس؟ 11 وهي أبسط إشي، ما بقدر أبسط أكثر من 11 فبنزلها. شو العلاقة بين 121 و 11؟ أنا بعرف إنه 121 هي 11 تربيع، إذا 11 تربيع بس كلها مرفوعة للأساس 2 لام ضرب 11 للأس 2 الأبسط شيء. فلاحظ إنه صار 11 11 11، ثبتت الأساس تمام. فحاول أبسط 11 لستة لام تساوي إيش أستفيد من عملية الضرب؟ تمام؟ شو أستفيد من أس داخل وخارج؟ أحاول أبسط بحكي 11 لأربعة لام ضرب 11 لاثنين لام، أس داخل وخارج ضربت 2 لام في 2 أربعة لام. طيب بنزل 11 ستة لام. في حال الضرب إذا كان الأساس متساوي أجمع الأسس، يعني بقدر أقول 11 أربعة لام زائد 2 لام تمام. شو بتصير؟ بتصير 11 6 لام تساوي 11 أس 6 لام تمام. الأساس متساوي تمام، الأساس متساوي، إذا الأس شماله الأس عندي متساوي تمام. بس هون حطينا 2 لام وهي 2، آسف، بتصير 4 لام زائد 2، ما بيجوز الجمع، حدود غير متشابهة. إذا منها 6 لام تساوي 4 لام زائد 2. بدي أحل معادلة خطية، لام على الطرفين بحاول أجمعهم على طرف، بأخذ النظير الجمعي لإحداهم، 6 ناقص 4 2 لام تمام. 2 لام تساوي 2 على 2 على 2، قيمة لام تساوي 1. إذا قيمة لام كم بتساوي؟ قيمة لام تساوي 1. رح أعطيك واجب يا عاش تاسع صفحة 27. السؤال الثاني بدي فرع ألف وفرع باء وفرع جيم، ويعطيكم العافية.